إلى مصر الآن، حيث أعلنت الداخلية المصرية مقتل شرطيين وعنصر إرهابي في انفجار عبوة ناسفة كانت بحوزة هذا الأخير. وقالت الوزارة إن الانفجار وقع على مقربة من مسجد الأزهر، موضحة أن قوات الأمن كانت قد حددت مكان تواجد العنصر الإرهابي في حي الدرب الأحمر حيث يقع الأزهر، فقامت بمحاصرته مما دفعه إلى تفجير إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته.